والله بعوده يا رمضان. خلوني دلوقتي ابدا معاكم ونستعرض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، واكيد الدنيا بتكون زحمه شويه النهارده علشان الناس بتستعد لو ان شاء الله بكره هيكون بدايه شهر رمضان المعظم. هنبدا معاكم جولتنا من القاهره وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقه وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعه لو مشينا في الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، بتفضل مكمله معانا لحد ميدان العباسيه ومسجد النور. بعد كده كثافات امام جامعه عين شمس، ده بسبب طبعا موعد دخول الطلاب للكليات. طريق الاوتوستراد القادم من مناطق حلوان الى المعادي ومقطم في سيوله مريه كبيره. في كمان سيوله المتجه الى شارعي عباس العقاد. ظهرت سيولة مرية بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا إلى القلعة، وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه طبعا حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات لحد منطقة وسط البلد شهد كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس. نروح معاكم للجيزة، في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وكمان على كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان. بيشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان كثافات مرورية، لذلك بينصح بأن احنا نسلك محور رود الفرج. وعن شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي. في ظهرة كثافات متحركة بمحور صفت اللبن المتجه ابن الدائري وصولا إلى شارع السودان، وبيفضل التوجه لعرابي. في محافظة الإسماعيلية هنجد إن طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة السيارات. الطريق على طريق الكورنيش بيشهد سيوله مريه حتى مبنى المحافظه والجامعه. الطرق المتجه الى اسماعيليه فيها سيوله مريه، وخاصه الطريق الصحراوي من القاهره. لكن طريق الاسماعيليه الزراعي القادم من الزقازيق فيه بعض الكثافات المروريه لكنها متحركه. نروح معاكم لمحافظه سوهاج، واللي هنبدا فيها من محطه قطار سوهاج، والطريق عندها بيشهد كثافات نسبيه. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي سيولة مرية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى الجامعة سوهاج. في كثافات مرية أخرى غير مؤثرة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى ووجه البحري، في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. في كمان فرص لسقوط الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 36، وأقل درجة حرارة في مطروح 19 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس